تقدم للجيش الوطني إذا في كلية الطب، السيطرة على كلية الطب وأيضا مبنى البنك المركزي. جديد الجبهة الشرقية اليوم، هل المعارك لا زالت مستمرة؟ هل هناك تواصل للمعارك من قبل المقاومة لتحرير معسكر التشريفات كما تحدثت بعض المصادر العسكرية؟ نعم بشير، تقدم جديد تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بعد تمكنها من تحرير مبنى كلية الطب أيضا المبنى المركزي. المعارك لا زالت قوات الجيش الوطني، وكما افادت لنا عندما التقينا بها اليوم صباحا انهم عازمون على استكمال تحرير الاجزاء بكلية الطب وهي مدرسة محمد علي عثمان، وأيضا معسكر التشريفات والذي لا زالت في المركز فيه المنصة التابعة لعناصر الميليشيات الانقلابية. لا زالت المعارك مستمرة، ولا زالت الميليشيات الانقلابية تقوم بقصف مواقع قوات الجيش الوطني بين الوقت الآخر بقذائف العون. لكن كما وجدنا اليوم من خلال زيارتنا للجهة الشرقية أن عزائم قوات الجيش الوطني تقوم تبشر بأن قوات الجيش الوطني عازمة تلك الأجزاء المتبقية في الجهة الشرقية. نعم. من المدينة. نعم حمزة، من خلال زيارتك اليوم للجبهة الشرقية، هل باتت المناطق التي تم تحريرها مؤخرا آمنة وتم يعني تصفيتها من عناصر الميليشيا أو من ألغام أو ما شابه ذلك؟ نعم، قوات الجيش الوطني وبعد تحريرها لهذه المباني قامت بتمشيط الجيوب التابعة لها وتأمينها بشكل كامل، عدا بعض الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية. لا زالت الفرق الهندسية تواصل عملها في تفكيك هذه القوات التي قامت بزراعتها الانقلابية. قوات الجيش الوطني قامت بتأمين مبنى كلية الطب ومبنى البنك المركزي بشكل كامل، فيما يجري على الأقل الآن من أجل استكمال عمل التحرير وتحرير معسكر التشريفات بعد فرض الحصار الحلق الذي قامت به قوات الجيش الوطني على الميليشيات الانقلابية داخل هذا المعسكر. نعم، فيما يخص القصف الذي تقوم به الميليشيا على الأحياء السكنية والمدنيين، من وقت إلى آخر وكعادتي الميليشيات الانقلابية المتمركزة في تبت سبتيه وأيضا حي سلال تقوم بقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي في العسكري حي صلة ومنطقة عبد. منذ الأمس لم ينتج عن القصف المتواصل للميليشيات الانقلابية أي إصابة في أوساط المدنيين، عدا الإصابات التي أحدثته الميليشيات وقذائفها في بعض المباني. فيما وجهت هنا في مدينة تعز وجه الأهالي والمنظمات الإنسانية دعت للمجتمع الدولي من أجل النظر إلى جرائم الميليشيات الانقلابية التي ترتكبها بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز خلال الأيام السابقة. نعم حمزة، الوضع الميداني بالنسبة للمدنيين في تعز مع قدوم شهر رمضان، كيف يبدو الشارع في تعز؟ نعم، هناك يستعد الناس هنا في مدينة تعز لاستقبال شهر رمضان المبارك، وكعادتهم بعض المبادرات الشبابية تقوم بعمل بعض الاحتفالات والإعلان عن برامجها التي ستنفذها خلال شهر رمضان المبارك، ولكن يعمل المواطنون وخصوصا الموظفين القطاع والعسكري أن تقوم السلطة المحلية والدولة والحكومة الشرعية بصرف المبادرات لا يحل هذا شهر رمضان المبارك، خصوصا مع تردي الأوضاع وتدهورها بسبب عدم صرف مرتبات الموظفين.